السلام عليكم البنات، مساء الخير خياتي، وش راكم؟ ان شاء الله كاع تكونوا بخير وبصحه جيده يا ربي. قبل ما ندوزوا للوصفه حبيت نشكركم كامل على لي جام اللي راكم تخلوهم لي وعلى التعليقات، يعطيكم الصحه خياتي. هنايا حبيت نشارك معكم وصفه خفيفه ظريفه، راح ندير كروكات تاع بطاطا. ندوزوا المقادير وكيفاش نحضرها انايا. هنايا عندي بطاطا دوك حنفورها انايا البطاطا ان شاء الله. هنايا تحبوا تفوروها ولا تحبوا تغليوها في الماء، مي الا حبيتو تغلوها في الماء خلوها بالقشره ديالها باش من بعد كي تجو حتقلوها ما تحلكمش. هنا البطاطا قلت لكم الا حبيتو تغلوها غسلوها بيان سور، ومن بعد غليوها. كي تغلي طيب بقشروها. هنا انا دوك نحطها تفور. وهنايا عندي البصل، هنا البصل راح ندبلو نحطو في المقله، نحطو شويه زيت ولي زيبيس واش تحبو نتوما ديرو. انا ندير غير في الكحل وشويه ملح ندبل هاد البصل، ومن بعد كي يوجدوا معايا نرجع معكم نكملوا الوصفه كيف كيف. يعني رجعت معكم خياتي، هنا البطاطا تاعي راهي واجده، هاي لازم هي سخونه نخدموها. بسم الله. لازم تخلوهاش حتى تبرد باش تعبزوها، سينو بعد ما تقدروش ما تجيكمش مليحه. فوالا دوك هكذا وهي سخونه. هنا انا نزيد لها الفرماج، نزيد لها نص فرماج باش يذوب هنايا وهي سخونه. فوالا نزيد مغرفه زبده، مغرفه غير هكذا صغيره زبده. نكمل نخلطوهم مليح مادام البطاطا سخونه هكذا باش الفرماج يذوب والزبده. هكا تجينا البطاطا تجي رطبه. لو كان نخلوها حتى تبرد ومن بعد تعبزوها يجي فيها شغل حبيبات هكذا يبسين، ما تعبصش مليح. فوالا هكذا نكمل بالفاشيطه. هنا هذاك البصل هنايا اللي حمستو هاوليك، حمستو مليح يطلق بنا. هنا كاين اللي يديرها بالثوم، انا ما نحبش الثوم يجيني قاصح فيها، يجيني ريحتو ما تعجبنيش كي نديرو. هنايا عندي المعدنوس، كثروا شويه المعدنوس. تحبوا ديروا فرماج غابي ديروا، انا ما عنديش. تحبوا ديروه بنين فرماج غابي يجي هايل. هنا البطاطا فورتها درت لها شويه ملح، والبصل كيف كيف درت له شويه ملح. هنا نزيد شويه في الكحل صافي. دوكا كي نديروا الملح نعسوا روحنا ما نكثروش بزاف الملح. فوالا غير شويه في الكحل، ندير شويه كركم غير عجل اللون شويه برك هكذا على راس المغرفه، وندير كيف كيف شويه في العكري باش يعطيني برك لون برك البطاطا. فوالا غير شويه شويه هكذا. ندير الملح، الملح قلت لكم ما تكثروش بيسك انا البطاطا ملحتها غير شويه هي والبصل. هنايا كاين يديروا البيض ويديروا الفرينه، انا ما نحبش ندير لها البيض بعد نولي نزيد لها في الفرينه ما تجيش بنينه كاع. صافي هكذا خلوها كيما راهي تجيكم بزاف بنينه. سورتو كي تزيدوا لها داك البصل هكذايا محمص شحال تجي بنينه، يجي فيها كو هايل. دوك انا نخليها تبرد، نغطيها نحطها في فريجيدار نخليها تبرد مليح باش نجي نخدمها. لو كان تخدموها كتواسوها وهي سخونه راح تحل لكم كامل في المقله وما تقدروش تخدموها كامل. دوك هكذا كنحطها في فريجيدار راح تشد روحها تنشف، نخليها تبرد ومن بعد نولي معاكم. هنا راني وجدت نوري لكم برك، راني وجدت هنايا خبز يابس رحيتو حمصتو شويه في الكوشه، وعندي فارينه وعندي البيض وفخوماج باش ندير لها في الوسط الفرماج. دوك انا هادي نخبيها خليها تبرد، كي تبرد نعاود نولي. راني وليت معكم خياتي. هنا ما بعد ما البطاطا بردت خليتها بردت، هنا راني وجدت عندي فارينه البيض ولا شابلور وعندي الفخوماج. هنايا البيض ندير له غير شويه في الكحل
شويه برك في الكحل، ونزيد له شويه ملح باش ما يجيش صامد. هذا ما كان نخلطه شويه. نوري لكم هنا كيفاش نخدم. بسم الله، شوفوا هنا كيفاش جات، ما تلصق ما تلصقش هنايا كامل بعضها. تحكموا فيها كما تحبوا. هنا نحط لها فرماج. هنا الا عندكم فرماج غوج ولا فرماج غابي ولا، تجيكم روعه كي تفتحوها لداخل، يجي دايب، يجي بزاف بنين. اي ما حط روح تريسيتي، هبلتنا تريسيتي اليوم. فوالا انا نديرهم هكا صبيعات ولا مدورين. اي 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 راح تريسيتي، ان شاء الله نكون نبان لكم برك خياتي. فوالا هكذا دوك انا نكملهم كامل هكا، نحطهم في الفارينه ومن بعد في البيض وفي لاشابلوغ، كي نوجدهم نرجع معاكم. انا رجعت معاكم خياتي، سمحوا لي قبيله حتى ريسيتي. فوالا انا هنا واسي تشوفوا صبيعات، هنا درتهم دورين، هنا خبيزات، وكامل درت لهم الفرماج. راني نوري لكم هنايا وحده كيفاش درتها. فوالا تخدموا بها بسهوله، عينك ما راهيش كي تحطوا، ماهيش طريه بزاف، كي تحطوها في الفريجيدير تشد روحها. فوالا نتوما هنايا تشكلوهم كيما تحبوا، تحبوا ديروهم هكا خبيزات مدورين. فوالا هامليك هكذايا، دوك نديرهم هنايا في لاشابلو، نديرهم في الفارينه. بسم الله نوري لكم هكذايا. فوالا خياتي، فوالا هنايا مسوهم مليح باش تلصق فيهم لاشابلو. دوك انا نكملهم كامل بهذه الطريقه هذه، ومن بعد نقليهم ان شاء الله. فوالا دوك انا نكملهم كامل بنفس الطريقه ومن بعد نقليهم ان شاء الله. شوفوا خياتي بعد ما وجدتهم كامل راح نبدا نقليهم. حنا سخنت الزيت تاعي، ما تزيدولهاش بزاف ومام ما تنقصولهاش بزاف، باسكو الا نقصتو لها نار قليله راح تتحرح في تحلكم كاع يدك في الزيت. دوك انا نقليهم كامل. اليوم يهبلتني تريسيتي، نصور بالسيف. فوالا نكملهم كامل هكا، دوك نقليهم كامل ونوريهم لكم ان شاء الله واجدين. هايديك البطاطا تاعي يعني نقلي فيها. شوفوا اخياتي هايديك في المقلاة ما تتحلش كامل، ها هاي تقلات طابت، حمرتها مليح. هايديك ما تزيدولهاش قلتلكم نار بزاف، وما ما تنقصولهاش النار بزاف. هايليك ما تتحل حال ما تتحل معاكم. دوك ان شاء الله كي نحطها نوريها لخياتي كيفاش جات. انا وليت معاكم خياتي، هامليك لي كروكات تاوعي راني كملتهم، نوري لكم نفتح لكم وحده كيفاش جات. هامليك فرماج لداخل، جاو يشهو بزاف بنان. هنا عندي صوص فرماج، فوالا ذوقهم. بزاف بنان، جاو هايلين، وهداك الفرماج دايب فيهم لداخل. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه، ولا عجبتكم ديروا لي جيم، ما تنساوش تشجعوني خياتي. السلام عليكم.